يعد سوق بهلة من المعالم الأثرية في سلطنة عمان الشقيقة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو محمية ثقافية. نعم، حيث يعود بناء السوق إلى الربع الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، وقد تم ترميمه مؤخرا للحفاظ على قيمته التجارية والحضارية. التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا من السلطنة الشقيقة. واحة بهلة المسجلة في قائمة التراث العالمي عام 1987 تضم في جنباتها القلعة والسور الممتد ل 12 كيلو مترا، وهذا السوق التقليدي سوق بهلة العريق. تشير المصادر إلى نشأته في فترة ما قبل الإسلام، من سنة 1948 موجود في السوق هذا، والدكان هذا الدكان أبيع مواد غذائية غذائية. بعدين سويت ملابس من سنة 1980 إلى الآن أبيع ملابس جاهزة، ولكن أبيع مواد غذائية وأجيبها من مسقط ومن دبي، هذا جيب البضاعة. عراقة السوق تجدها ماثلة أمامك وأنت تتجول بين دكاكينه، تفاصيل المكان والإنسان عبر تناقل الأجيال. التاجر حارب أحد أبناء الولاية ورث المهنة عن أبيه، يحتفظ بصورته في متجره هذا الذي اتخذه معرضا لذاكرة تجار السوق. السوق طبعا سوق كبير طبعا، وله يعني مقسم لعدة أماكن طبعا مسمى بالعرصة، إلا مكان واحد فقط وهو ما يسمى الحلقة. طبعا الحلقة هذه تابعة لبيع الأغنام، كان سابقا الحلقة هذه داخل السوق، وحاليا طبعا تم يعني مثلا انتقالها أو نقلها إلى خارج السوق لكي يكون يتسع لكثر من الناس ليرتادوا هذا السوق في عملية البيع والشراء. حركة السوق تبدو جلية لك وأنت في عرصات منادات بيع العسل العماني والمواشي بنظام تقليدي تنشط خلال أيام الإجازات والمناسبات، كما أن السوق تضم أكثر من 140 متجرا لبيع أنواع متعددة من البضائع والمستلزمات البنزلية والمنتجات المحلية. طبعا أميز خنجر في السلطنة عندنا هي الخنجر السعيد اللي تميز فيه الأسرة الحاكمة، ومن ثم في عندنا الخنجر النزواني اللي تميز بالحجم الكبير والجودة العالية، وأيضا عندنا الخنجر الباطني. طبعا تفرق الخنجر الباطني عن النزواني بحاجات بسيطة. عمليات الترميم لأجزاء من السوق أعطته حيوية وأناقة عصرية، إذ روعي في تصميمه الطراز المعماري العماني للأسواق القديمة القائمة على البعد الاجتماعي إلى جانب مجالها التجاري. ما بين الأصالة والمعاصرة في الشكل والمضمون، يحافظ سوق بهلة على مكانته التجارية وقيمته الحضارية ليكون مقصدا للباعة والمشترين إلى جانب السائحين من الزائرين. لتلفزيون مملكة البحرين، أحمد بن بارك الدرمكي، سوق بهلة، سلطنة عمان.